الحقيقة جمعنا الأخ الأديب الدكتور عبد الله السفياني في هذا الجمع الطيب، شمل على مجموعة كبيرة من كبار الشعراء والأدباء العرب من العراق ومن السعودية، وهذه المناسبة التي يعني تعتبر هي فاتحة لقاء طيب وجمع طيب ووحدة مشاعر ووحدة مصير في الأمة العربية. فهؤلاء كلهم يمثلون الشعر، هم يقبضون على جمر الشعر وكذلك ينثرون الفرحة في قلوب الناس، وللشعر صوته في هذه الأمسية الطيبة. نشكر الأخ الأديب الدكتور عبد الله السفياني على هذه ما قام به من تجميعنا على الألفة والمحبة، ونحن كذلك دائما، فلكم جزيل الشكر. لأيها الإخوة الأعزاء المشاهدون أن تشاهدوا هذه الفعاليات التي نتمنى أن تشيع في وطننا العربي في كل المحافل والمجالس.